لن نستمر معكم مشاهدي الكرام في تقديم فقرات برنامج العالم هذا الصباح، ومع جهود أخرى لأبناء الكويت في مجال آخر، حيث تقوم الجهات المعنية في بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالمباني المخالفة بمحافظة العاصمة والتي لم تلتزم بالشروط المفروضة. التفاصيل في هذا التقرير. عملا على تطبيق قانون الدولة وحفاظا على هيبته، قامت الجهات المعنية في بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية بتنفيذ حكم قضائي صادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أحد المباني المخالفة بمحافظة العاصمة والتي لم تلتزم بالشروط المفروضة. نتواجد اليوم إن شاء الله منسقين مع وزارة الداخلية بإزالة أسباب المخالفة، وهي عبارة عن استحداث وتوسعات واستخدام الممرات بغرف وخدماتها مخالف لأنظمة البناء. الحقيقة يعني احنا يعني كان في تنسيق جدا ممتاز مع اخواننا في وزارة الداخلية لتنفيذ مثل هذه الأحكام. تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإزالة المخالفات كان بتنسيق بين هذه الجهات المختصة، حيث شدد المسؤولون على أهمية الالتزام بالقانون وتجنب ارتكاب ما من شأنه أن يخدش هيبته. نناشد إخواننا الملاك العقارات أن يعني اليوم لا يتجاوزون في أنظمة البناء ومخالفاتها. اليوم في أنظمة وضعت نظمت العملية، عملية البناء. لذلك أناشدهم اليوم أن التجاوزات في هذه المخالفات لها الحقيقة يعني ضريبة كبيرة، اللي هي ممثلة يعني في إزالة تلك المخالفات ليسبقها طبعا تحرير محاضر. في حكم محكمة طالع بإزالة المخالفات في مثل تقسيم داخل العقار. طبعا هنا ناشد مواطنين يبلغون او لا يخالفون هالمخالفات او يبلغون في مخالفات جارهم. رسالة واضحة وعملية اطلقها رجال البلدية المنتشرون في كافة مناطق ومحافظات الكويت، مفادها الالتزام بشروط البناء وعدم التجاوز عليها من اجل تحقيق الاهداف بتطبيق القوانين. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.